بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلنا في هذه الحصة إن شاء الله رح نقرأ جميع أسئلة البناء الفكري. أسئلة البناء الفكري فيها بعض الحيل، تأتي دائما بعض الأسئلة الجديدة، كل عام جينا أسئلة جديدة لازمها تفكير. هذا السؤال الفارق اسمه السؤال الفارق، الفرق بين التلميذ الجيد والتلميذ الحسن والتلميذ الممتاز هو سؤال. شنو الفرق بين التلميذ الجيد والتلميذ الممتاز؟ هو سؤال برك، معناها دائما كاين سؤال واحد ما يقدر يحله الا التلميذ اللي عنده في الراس اللي فاهم، بمعنى تلميذ يعني سؤال جديد، سؤال جديد ما كانش اصلا، حتى كون تجي ترجع برنامج ما تلقاش، وبالتالي ماذا لازمك إعادة تفكير. اذا نبداو بالدرس الاول وهو درس الى الشرطيه، عندها سؤال خاص بها البناء الفكري، يقول لك ما دور التلازم الشرطي في انسجام النص؟ نشرحك مش معناه التلازم الشرطي، ركزوا معايا شوفوا معايا. اذا درست نجحت صح ولا لا؟ لا ركزوا معايا، كاين ورا جمله شرط ورا جمله جواب شرط. استاذ هذه جمله شرط هذه جمله جواب شرط، هل النجاح يعني لازم تدرس ولا مش لازم؟ قلت لي استاذ لازم ندرس بننجح، هذا التلازم الشرطي، اي انه لا يمكن ان يتحقق هذا الا اذا تحقق هذا، معناها شرط النجاح هو الدراسه، والدراسه لازمه لا بد. معايا مش معايا؟ اذا يلعب التلازم الشرطي دورا هاما في انسجام النص من خلال انه يقرب المعنى، واحد اثنين لا يتحقق الجواب الا اذا تحقق معناه. جيد جدا، اذا كيفاش راح نجاوب؟ دور التلازم يساهم هذا التلازم الشرطي. شنو هو التلازم الشرطي؟ معناه هذا وهذا تلازم، حقا قلنا لازم يساهم في ماذا؟ في إثراء المعنى. راك معايا؟ من خلال الربط بين، هنا وش ربط ماذا؟ جواب الشرط، جواب الشرط و الشرط، هذو لازم تذكرهم. يساهم في إثراء المعنى من خلال الربط بين النجاح والدراسة، فهمت الحكاية؟ فهمتش؟ يساهم من خلال في إثراء المعنى من خلال، فلا يتحقق، فلا يتحقق. شنو الذي لا يتحقق؟ النجاح، الجواب، هنا الجواب أكيد راح تذكره، إلا إذا تحقق، تحقق ماذا؟ الشرط، أكيد راح تذكره. إذن عبلة أقرأيها لي مباشرة وكأنك تجيبين على هذا السؤال، ما دور التلازم الشرطي في انسجام النص؟ يساهم في إثراء المعنى من خلال الربط بين جملة جواب الشرط والشرط. لا لا، جملة الشرط من خلال الربط بين النجاح والدراسة، فلا يتحقق النجاح إلا إذا تحققت الدراسة. فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا الفكرة؟ جميل جدا. هذا السؤال رقم واحد، خلاص هذا سؤال جواح مرة واحدة في بكالوريا، بكالوريا 2008 شعبة لغات أجنبية، الموضوع الأول كان النص البارودي، بمعنى هذا السؤال جاء مرة واحدة ومزاج. الأسئلة اللي تجي مرة واحدة هي أسئلة مخيفة، لماذا؟ السؤال كيجي مرتين، احنا وش نعرف بأن هذا السؤال ممكن يزيد يجي، أنا متكرر. أسئلة المخيفة يعني الأسئلة اللي تجي مرة واحدة ومزاج، نشوفوا هذاك السؤال قاع جديد ما نعرفوش ومزاج، هذا المشكل. هذه أسئلة خاصة بشعبة اللغات، هذه الأسئلة السي العربي تجي جماعة اللغات اللي عندهم سؤال يجيهم قهوما ما عادش يزيد يجي. فهمتوا؟ أنا ركزوا مليح أدبيين ما عندكمش هذا المشكل صح. الدرس الثاني اللي قريناه اللي هو درس الأساليب البلاغية، يسقسيك ما الأسلوب الغالب على النص؟ ما الأسلوب الغالب على النص؟ خبري ولا إنشائي؟ أسلوب الغالب على النص، أكيد إذا كان النص نتاعك نثر، إذا كان النص نتاعك مقال، الأسلوب الغالب على النص منطقيا خبر، خبر. كيف راح تجاوب هنا؟ إذا كان قلنا النثر شو راح تجاوب؟ ركز معي مليح، أكيد النمط تاعو شني؟ الأسلوب تاعو خبري. لماذا الكاتب يعتمد على الأسلوب الخبري؟ لماذا لا يعتمد على الأسلوب الإنشائي؟ ركز معي، شوفوا معي، أسلوب إنشائي
يدل على الانفعال، يدل على محاولة التأثير، يدل على وجود العواطف. ركز معي مليح، معنى الأسلوب إنشائي يدل على محاولة توجيهك. لما السيد يعود يقول لك دير هذيك، افعل تلك، افعل تلك، نوض دير ذيك، راجع دروسك، هنا راه يحاول شي يدير لك يوجهك بطريقة ما. مثلا في قصيدة اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا. الآن هو يوجه فيك، يعني أثر فيك. أسلوب الخبري هو أسلوب هادئ، لا يعتمد على التأثير ولا يعتمد على التوجيه ولا يعتمد على شيء، يعطيك الحقائق، يعطيك المعلومات وانت يدبر راسك. معايا ماكش معايا؟ لماذا يوظف الكاتب أسلوب الخبري؟ لأن الكاتب عقلاني، لأنه هو عقلاني، لأنه هو موضوعي، لأنه هو مش حابي أثر فيك، يمد لك المعلومات وتدبر راسك. إذن جوابه كيف يكون؟ لأن الكاتب ماذا؟ يحاول مناقشة الموضوع إكس. ما معنى إكس؟ موضوع تاعك مناقشة الموضوع بعقلانية. ما معنى بعقلانية؟ بعيدا عن التحريض. أستاذ حاب نسقسيك سؤال، كان نقول لأن الكاتب في مقام عرض الحقائق، نفس الحكاية بصح أعمق منها شوية. علاه؟ لأن عرض الحقائق لازمها العقلانية، ولا لا؟ تمد الحقيقة أنت، تمدها بالعاطفة وكذا، ولا تمدها كما وجدتها. معايا ماكش معايا؟ كذلك الطفل الذي يذهب إلى أمه يبكي، ضربوه، ضربوني، قتلوني، تحموا فيا 71 واحد، لا منا. هو لماذا؟ لأنه يحاول أن يؤثر في أمه. لاش؟ باش تروح معاه. معايا ماكش معايا؟ بصح كي يجي خوه كبير يقول راه قاب بن جارنا برك ضربوا بالبال وما ضربوهش كاع. فهمت الحكاية؟ إذا نقل الحقيقة كما هي، هذا هو أسلوب الخبري. إذن لأن الكاتب يحاول مناقشة الموضوع بعقلانية بعيدا عن ماذا؟ عن التحريض والأحكام المسبقة. والأحكام المسبقة. لا، الكاتب في الأسلوب الخبري ليس هدفه التأثير في القارئ، لأنه كان يحاول يأثر في القارئ يستعمل أسلوب إنشائي. خلاص معايا ماكش معايا؟ جيد جدا. هذا بالنسبة للنثر، ديما الأسلوب تاعه دائما خبري. الآن الشعر. الشعر، الشعر عدنا به جميع الاحتمالات، يا إما يوظف لك الأسلوب الخبري، يا إما يوظف لك أسلوب إنشائي، يا إما يوظف لك المزج بينهما. إذا كان وظف لك الأسلوب الخبري، واحد الخبري، نفر دائما خبري، قاعد دائما الخبر. شوف الخبري وش يقول لك بالنسبه للشعر. لان الشاعر دوكا ولانا شاعر ولانا اش كاتب؟ لان الشاعر في مقام ماذا؟ انا رجعنا حكايه في مقام عرض الحقائق. بصح لا ما نديروش حقائق، لان الشاعر في مقام عرض اكس المتعلقه بايغريك. نجاوبكم يعني. لان الشاعر في مقام عرض فضائح الاستعمار الفرنسي، فضائح متعلقة بالاستعمار الفرنسي. لأن الشعر في مقام عرض بطولات متعلقة بالشعر الجزائري. لأن الشعر في مقام عرض معاناة المتعلقة بالشعب الفلسطيني مثلا. فهمتوا فهمتوش؟ لأن الشعر يعرض شيئا متعلقا بموضوع ما. معايا معايا؟ العرض هنا يا عرض عادي، يعني نقل المعلومة كما هو، ولكن هنا ما فيش العقلانية، ما فيش التحريض، ما فيش الأحكام المسبقة. هذه لازمها الأسلوب الخبري، لازمها الحجة، البرهان، أدوات التفسير، أدوات النقاش. فهمتوني؟ هذه اللي قريناها سابقا. صح. وش قلنا؟ إيش خبري؟ اثنين، في حال ما إذا الكاتب وظف الأسلوب الإنشائي، هنا الكاتب موضوعي ولا مش موضوعي؟ هنا الكاتب موضوعي ولا مش موضوعي؟ انتما التعلقات تعرفوها الاوبجكتيفيتي والسوبجكتيفيتي. الكاتب هنا موضوعي ولا مش موضوعي؟ موضوعي. ايش معناها موضوعي؟ ايش معنى موضوعي؟ معناها محايد، معناها مش متعاطف، لا يتعاطف مع الاطراف. بصح هنا الكاتب موضوعي مش موضوعي؟ لا هوش موضوعي.
علاه مش موضوعي؟ لانه يحوس ياثر فيك، لانه يحوس يوجهك. ما دام راه يحوس يوجه فيك انا مش موضوعي. فهمتوا معايا؟ اذا وراني لان الشاعر ماذا؟ انا نقول لان المبدع يحاول ماذا؟ يحاول التاثير في ماذا؟ في المتلقي اللي هو القارئ. صحيح صح، ما نسموهش القارئ لانها قديمه المصطلح، نسموه المتلقي لانها كاين نظريه اسمها نظريه التلقي. يحاول التاثير في المتلقي من خلال ماذا؟ عندنا حاله من حالتين، من خلال النصح او التحريض وتوجيهه الى اكس. اكس هذه ديما نقبل بها لانها علاقه بالموضوع تاعك. تمام كمان؟ لان المبدع يحاول التاثير في المتلقي من خلال النصح وتوجيهه الى التوبه. لان الشاعر يحاول التاثير في المتلقي من خلال النصح وتوجيهه الى التفاؤل، الى حب الحياه. لان الكاتب يحاول التاثير في المتلقي وتوجيهه الى ماذا؟ الى عفوا، من خلال التحريض مثلا. ها مش معي؟ قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التشاؤم في السماء. قلت له ماذا؟ ابتسم، علاش راك متشائم؟ قال الصبا ولا، يعني وقت الشباب راح. فقلت له ابتسم اضحك، لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. يعني هل بكاؤك هذا يرجع وقت الشباب؟ لا. قال التي كانت سمائية في الهواء، البنت التي كنت أحبها، أضحت لنفسي في الغرام جهنم ولات درت لي مشاكل. قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لمضيت عمرك كله متألما. معنى عيش حياتك كنت متبع في الأمر راك تبقى حزين. فهمتوا الفكرة؟ إذن الكاتب هنا يلا عاونوني يحاول ماذا؟ دفع السيد هذا إلى ماذا؟ إلى هي إلى ماذا؟ إلى تفاؤل. أي عاونوني، لأن المبدع يحاول التعذير في المتلقي من خلال النصح وتوجيه إلى التفاؤل. صحيته. بصح كان يقول لك الشاعر اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل، واتق الله فتقوى الله ما جاور. يعني دعوة إلى ماذا؟ إلى التوبة. جيد. هاي تدخلوا النصف. صحيت. لأن يا العاونون مبدع يحاول تعذير في المتلقي من خلال ماذا؟ النصح وتوجيه إلى. شفتوا لاصيص وراها؟ معايا مش معايا؟ هاني جايكم من التحرير. مفتي زكريا مثلا قال عقيدة بكالوريا 2018 شعبة العلوم التجريبية الموضوع الأول نص لي مفتي زكريا، وكنا قد تحدثنا عنه. هذا كنت قد أشرت إليه، مازال ما درناش عليه بصح أشرت إليه على الأقل. جماعة اللي قرأوا عندي العام اللي فات كنا تحدثنا عنه مطول. ما قريناهاش فلسطينية مهبط الأنبياء، قريناه. جي وش قلنا؟ شو قول؟ قال عقيدتنا في الورى وحدة، وأسمى العقائد وحدانية. وبعد لحقنا للبيت فمدوا يدا، مدوا يدا، وش نديروا بهذه اليد؟ كملوا. نحمي أوطاننا، فمدوا يدا نحمي أوطاننا. أنت كلمة مدوا يدا هذه تبان لك عادية، وأنا قلت لكم في الشعر السياسي أي فعل أمر يدل على التحريض. فمدوا يدا، تمد لي هذا اليد، الفعل اللي بعده وش يدير؟ نحمي أوطاننا. عبوكش معنا نحمي أوطاننا؟ هل نحمي أوطاننا بالابتسامة والدعاء تحمي أوطاننا بماذا؟ بالجهاد، بالقتال. الآن هذا تحريض على الثورة. إذن يلا، يعني مبدع يحاول تأثير فيه من خلال تحريض وتوجيه إلى الجهاد والثورة. تمام؟ مثلا كما قلنا سابقا أيضا في نص مفتي زكريا، واعقد لحقك في الملاحم. الملاحم حقك باش تديه بالملاحم. واعقد لحقك في الملاحم ندوة، يقف الزمان بها خطيبا مصقعا. الزمان يقعد مبهر بهذه البطولات. ها وقل الجزائر وصغي إن ذكر اسمها، ها تجدي الجبابرة ساجدين وركعا. إذا هذا أيضا تحريض على ضرورة القيام بالثورة، ومن ذلك لفظة اعقد لحقك في الملاحم ندوة. اعقد لحقك في الملاحم ندوة تدل على أنك حقك باش تديه في الملاحم. الملاحم هي المعارك والبطولات. ثلاثة، في حال المزج. أستاذ حبيت نسقسيك سؤال، كيفاش نعرف الكاتب باللي شرح مزج؟ أنا نقدر نعرف الكاتب باللي مزج في حالات نقدر نفوق لها. مثلا يقول إن الجزائر في الوجود رسالة، الشعب حررها وربك وقع. إن الجزائر قطعة قدسية من الكون لحنها الرصاص ووقع وقصيدة
أزلية أبياتها كان لها نفنبر مطلع. شفتوا معايا؟ ومن بعد يقول لك هذا نفنبر قم وحي المدفع. الأسلوب الأول خبري ولا إنشائي؟ خبري. دوكا دخلنا في إنشائي. هذا نفنبر قم وحي المدفع واذكر جهادك والسنين الأربع واقرأ كتابك للأنام مفصلة تقرأ به الدنيا الحديث الأروع. الآن شني؟ ها ممازجة. صح أستاذ حبيت تسقسيك، هل هو يقول لي راه كاين مزج؟ والله أنا نكتشف بلي راه كاين مزج. ما تكتشفش أنت، هو يقول لك. إذا كان أسلوب خبري لازم أنت تكتشف، أسلوب إنشائي لازم أنت تكتشف، تعود كاين مزج هو يقول لك. لأنه كان ما يقولكش راح تكون فيها نوع من الصعوبة، راح يقول لك بلي مازج الكاتب بين الخبر والإنشاء، علل علاش؟ على ماذا يدل ذلك؟ أي يلا أربطوا لي هذه الإجابتين مع بعضها. أربطهم إيه أربطهم سوديهم. هيا يلا. لأن الشعر العربي، لأن الشعر في مقام الشعر في مقام عرض إكس ومحاولة أربط أربط التأثير في المتلقي من خلال النصح أو التحريض وتوجيهه إلى إكس. شوف معايا نجربوها في نصين، جربنا في المذيع زكريا لأن الشاعر في مقام عرض بطولات الشعب الجزائري، ها لأن الشاعر في مقام عرض بطولات الجزائري ومحاولة التأثير فيهم من خلال تحريضهم على قيام بالثورة مثلا النص اعتزل ذكر الأغاني والغزل، لأن الشاعر في مقام عرض الموت والآخرة وعذاب القبر ومحاولة التأثير في المتلقي من خلال النصح والتوجيه إلى التوبة وغير ذلك. فهمتوا الحكاية منتوش؟ الكاتب يمازج لك بين اسماء، فهمتوها؟ نعم الكاتب يحاول المزج بين ألا صح. هذا أستاذ فرنسية أستاذ ترجات يعني أستاذ ممتاز ما شاء الله. ما يقريش قرية ربع متوسط، هذا من الأساتذة الممتازين يعني من أكثر الأساتذة الممتازين الذين أعرفهم يعني ما شاء الله.